نشاهد تقرير عن مخالفات عدد من القضاة، يعني ليست فقط هذه القضية، قضايا أخرى ليست مرتبطة بهذا القضايا بل بهذا القاضي، أكثر من قاضي وأكثر من مخالفة حاولنا نسردها ونجزها حتى نفكر كيف ممكن تنحل يعني مثل هذه المشاكل، لأنه ما ينفع يعني كمان أنه يصل الفساد إلى شيء مزعج. عزام الخديدي في هذا التقرير. هذا الحصاد اللي حصدناه من 13 سنة، هذه كلها مواعيد وجلسات، وأصور منها حق الجلسات، الشيخ حضر، الشيخ يطلب مني طلبات، أجيب الطلبات، الجلسة الثانية أجي، عنده طلبات غير الطلبات، أرجع أصور الأوراق اللي طلبها، نجي السيستم عطلان، روحوا لما الجلسة الثانية بعد شهرين ثلاثة أشهر عشان السيستم عطلان، لا الشيخ ما حضر اليوم، الشيخ في إجازة، في شيخ بديل، أنقل عند الشيخ فلان، أرجع من عند الشيخ فلان، هذه كلها اللي حصلتها في 13 سنة. وإلى الآن ما انحلت القضية؟ لحد الآن ما انحلت القضية. لحد الآن في شهود ما شهود وحضري وجيبي. بهذه الكلمات لخصت عائشة عسيري معاناتها مع مواعيد المحاكم التي لا تنتهي. أما القصة فبدأت عندما اشترى والد هذه السيدة أرضا تقع في منطقة تجارية في مدينة جدة قبل نحو 30 عاما، ومع مرور السنوات زادت أهمية هذه الأرض وقيمتها، خصوصا وأنها تقع على 3 شوارع. ورثت عائشة من أبيها الأرض ومعها تركة كبيرة من القضايا والأخذ والرد من قبل تجار متنفذين طمعا في الحصول على هذه الأرض. وزاد معاناة عائشة المماطلة وطول الأمد ما بين جلسات القضايا والتي تجاوزت 400 جلسة خلال 13 عاما. طمعانين في البيت لأنه أولا على موقع استراتيجي، ثانيا عشان إحنا حريم ولاية ما قابلهم رجال ولا عندنا جاه، وهنا بالنسبة للمحاكم أو بالنسبة للشيوخ إذا كان ما عندك جاه، ما عندك رأس مال، ما عندك صيت، ما حد يتقبلك، ما حد يمشي لك أمورك. ما زال أداء المحاكم السعودية يقابل بنقد كبير من قبل الحقوقيين والمواطنين على حد سواء، خصوصا مع قلة عدد القضاة مقارنة بعدد السكان، إذ يوجد قاض واحد لكل 35,000 نسمة بحسب آخر إحصاء صادر عن وزارة العدل قبل نحو 3 سنوات، وتقل هذه النسبة عن المعدل العالمي البالغ قاض واحد لكل 3,000 نسمة، هذا فضلا عن غياب آلية واضحة لمحاسبة القضاة كما يرى البعض. الجهة اللي تحاسبهم وتراقبهم هي مجلس القضاء الأعلى، للأسف حتى رؤساء المحاكم لهم يتبعون لها لا سلطان عليهم، يعني ما عندهم إلا فقط حدود الصلاحيات في حضورهم في غيابهم في إجازاتهم في انتقالهم انتدابهم، وأيضا هذه يعني بناء على أنا أعتقد أنه هو مجرد عمل روتيني فقط لا غير. وزارة العدل بدورها سعت خلال السنوات الأخيرة إلى تجاوز معضلة نقص عدد القضاة من خلال تفعيل بوابتها الإلكترونية ومنح صلاحيات أوسع لقضاة التنفيذ للبت سريعا في الأحكام التي اكتسبت صيغة القطعية. جهود وإن كانت على الطريق الصحيح إلا أنها لا تعدو كونها بضع خطوات في طريق الألف ميل كما يرى البعض. عزام الخديدي لبرنامج يا هلا جدا. شكرا عزام. طبعا احنا اليوم لما نتحدث عن فساد قضاة او لا نعمم،